إن هذا الجانب المهم الذي حققه الإبداع بالنذر أو بالسرد في التجربة الموريتانية أنه كان وليدة تراكم في مستويات تطويع اللغة العربية وفي مستويات إنتاج هذا النص. ظلت الموريتانيون معروفين به، ومن جهة أخرى خبرة الكتاب في السرد. لا نتحدث طبعا في نهاية حديثي عن الخطاب حول الأدب أو الخطاب حول السرد، لأن دائرة الحديث تحدثنا عنه في المرة الماضية عندما تحدثنا عن السرديات في التجربة العربية.